جفاف المشاعر يكاد يقتلنا، أصنام نحن في التعبير عما يختلج في قلوبنا. يكبلنا الخجل حينا، وما اعتدنا عليه من عدم البوح أحيانا، وكأن الاعتراف بالحب نقيصة أو تبيان لضعف. متى قلت لصديقك إنك تحبه؟ ومتى فتحت له باب قلبك ليرى مكانه؟ متى أبديت مشاعرك لأخيك؟ ومتى أشعرته بعظم مكانته عندك؟ نحن بارعون في التعبير عن مشاعرنا تجاه من نحبهم فقط عندما نفقدهم.